قرار انسحاب معين الشعباني وتأثيره على الترجي الرياضي التونسي. حاب نمشي مباشرة لنادر داود بسؤال. نادر، هذا ثاني انسحاب لإطار فني في الترجي الرياضي التونسي بعد 5 شهور. كنت موجود أنت ونبيل معلول، انسحبتوا نظراً للضغوطات، نظراً لبرشا معناتها ربما نقد صار في فترة من الفترات. نفس الشيء بعد 5 أشهر معين الشعباني يتخذ نفس القرار بالانسحاب. شنو اللي صاير في الترجي نادر؟ مش في الترجي فقط هو اللي صاير. لا خلينا في الترجي. ماهوش في الترجي، هو فينومين عام يعني في النوادي الكل. انت النوادي الكل تشوف فيها استقرار الاخرين. انت عندك مدرب تونسي عامل عام وعامين و ما تهربليش نادر، ما تهربليش. مش في النوادي الكل. انا ماريش مثلا في النادي الافريقي مدرب انسحب. تم اقالته لاسباب نتائج حاجه، اما ولد الترجي نبيل معلول يوصل انه ينسحب. ينسحب. كملت نادر سؤال. ينسحب ولا يستقيل. وولد الترجي اللي هو معين الشعبين يوصل انه ينسحب ويقول ما عادش نجم نكمل. فانه فما حاجه خاصه نجم تقول اختيرت، نجم تقول عاديه في الترجي الذي توسي. ما ثماش حاجه خاصه بالترجي، ما ثماش. ما ثماش يا ولدي، هذاك الجو العام في تونس من هات اللي هبطوا الجمهور للفيستيال حجرات الملابس نتاع الفرق انتهت الكوره في تونس، انتهت. ما عادش ثم احترام صحيح، وجمهور انطباعي يعمل عليك ضغط كما قال لك حملات فيسبوك باجات دار شنو اشخاص بريسيون ضغط تولي حتى تربح ماتش لبرا تربح يقول لك لا مانيير تعمل مانيير باهيه وتلعب وتضيع 10 فرص وما تربحش النتيجه. معناش ما عادش ثم في تونس حتى شيء، ثماش تقييم حقيقي وموضوعي، ثماش. يعني كي تجي تشوف انت الفتره تو نتاع معين 4 أشهر ولا شنو هي الفتره؟ شنو اللي خذاه؟ مظلوم أخير. مظلوم معين؟ لا يعني الضغط اللي ولا ممارس عليه وجمهور يسب وناس هابطه للتيران وناس هابطه للونترينمون. راهو انا كلمه جديده هذه، انا خاطر عندي اكثر من 10 سنين ما دربتش في تونس. ويا ليتني ما دربت. ندمت. بخلاف باساج ليكيب ناسيونال هذاك تعدى بحلاوته. لا ما نجمش نندم خاطر نتعلم. بحلاوته بمراته زاد نادر، في كنت باهي وكنت خايب. شرف انك تدرب اعرق فريق تونسي في تونس. وتقف غادي اكهو. اما الجو العام اللي تشوفه نتاع الكوره في تونس يضحك. بالك الراجل تقارن وين كنت تعيش، كيفاش تخدم، الاحترام، القدر، يا ولدي اش بيني وبينك يا ولدي؟ نضرب الله في